محمد خليفة حماد هو أيضا ضيفي في المنطقة المختلطة، المدير التنفيذي لفريق النادي الأهلي اللي ما في ما شاء الله. أنا وأنا جاي يقول من اللي يقدر يوقف الأهلي اليوم، لكن البعض يقول لي راح نشوفه في الأسيوية. إذا يعني الاختبار الحقيقي ممكن يكون في الأسيوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بارك لكل الجماهير الأهلوية والفوز اليوم. الفوز كان يعني بعد أداء جيد وممتاز. البطولة الأسيوية طبعا محك، ومحك حقيقي ومحك صعب في نفس الوقت للفريق في البطولة. يمكن الفريق غاب السنوات الماضية عن البطولة الأسيوية، واليوم يعني خلينا نقول متشوق الفريق أنه يرجع. نحن بعد متشوقين أنكم تظهرون في الأسيوية بالصورة اللي تشرف الإمارات. إن شاء الله الله يقدرنا ونكون على قد المسؤولية، ونكون نقدر نمثل الإمارات. وإحنا هدف من أهدافنا الرئيسية المعلنة من بداية الموسم أن إحنا نتأهل يعني المرحلة الثانية من في بطولة آسيا من بعد مرحلة المجموعة. نعم، والذهاب بعد نقطة، وهذا هدف معلن. إن شاء الله نتمنى إن إحنا نحقق هدفنا، ونتمنى إن شاء الله الله يوفقنا فيها، لأن المجموعة حقيقة مجموعة حديدية، مجموعة صعبة. الهلال، السد، سبهان الإيراني، كلها فرق متأهلة يعني بذاتها بدون ملحق، بدون يعني بدون ما تخوض أي مباريات. بالتالي معناته يعني كلها من أبطال سابقين، سواء الهلال أو السد. أكيد نقدر نقول، أو أحمد يقول، بنسبة كم الدوري أهلاوي؟ والله هم باقيات 7 خطوات. احنا الحين دخلنا في، كيف حسبتكم فيها؟ يعني احنا دخلنا في يعني في الثلث الاخير من المسابقه. 7 خطوات، هي اعتقد يعني ان ما يقلن عن خمس منهن لازم تكون 5 خطوات ايجابيه يعني للوصول والمحافظه على الاقل على فارق 6 نقاط هذا الموجود حاليا. اذا ما يعني زاد الفارق ما يقل عن هالشيء هذا. طبعا المباريات كل ما بتكون اصعب واصعب مع المنافسين، يعني عندنا مباريات مضغوطة بأسيوية ومحلية، فكلها ما بتكون عندنا مباريات سهلة، كل المباريات بتكون مباريات صعبة ومباريات قوية. نتمنى احنا ان شاء الله نجتازها ونحقق الهدفين، نحقق الأسيوية ونحقق الدوري في المحلية. في الأسيوية نحن كنا أهلاوية ترى. طبعا شيء، اما في الدوري عندنا عم الوان، ما نفرق بين اي لون ولون. لا حتى احنا كأهلاوية احنا مع ممثلين الوطن الآخرين. أكيد. مع الفرق كلها، احنا يعني احنا ابناء زايد واحنا ابناء الوطن هذا، فقلوبنا كلها مع الممثلين، ممثلين الدولة في البطولة الآسيوية. ان شاء الله نتمنى للجميع التوفيق فيها. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد احمد حماد، المدير التنفيذي لفريق